I will go now. سأتجه الآن إلى الدرج الروماني كي نكتشفه سويا. هل هو مجرد أسطورة نقلتها الأجيال أم أنه فعلا موجود؟ يذكر أن الحضارة الرومانية انبثقت من مجتمع زراعي في شبه الجزيرة الإيطالية في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، وانتهت عام 476 ميلادي، بحيث سيطرت روما على جنوب غرب وجنوب شرق أوروبا والبلقان وحوض البحر الأبيض المتوسط. قد لا تهمكم هذه المعلومات، ولكني حفظتها لئلا اعتقلوني، فسأدعي أني واحد منهم، كما وحفظت بعض الكلمات الرومانية مثل كابوتشينو وباستا بالكاراميلو. وجلبت معي جواز سفري، فقد تكون المرة الوحيدة التي أستعمله فيها. إنها نهاية الطريق، أعتقد أننا وصلنا إلى روما. هنالك رجل هنا، سأرشيه ببعض العملات الصعبة. تفضل يا سيدي، هل أستطيع المرور؟ Turn off your phone. أطفئ الهاتف. أتحاول برطلتي ورشوتي ببعض العملات؟ ما اسمك؟ أنا باولو مالديني، وأنت؟ أنا كنافارو موسوليني. يبدو أنك تكذب، لا تبدو لي رومانيا. حسنا، أنا مارك، أنا لبناني وأبحث هنا عن الحشائش. إنني أموت من الجوع يا باولو. يمكنك مناداتي بجون. إذا لا وجود للدرج الروماني. لا. يا إلهي، لقد صعقتني يا مارك. إذا هيا نجمع الحشائش معاً.